مساء الخير أعزائنا المشاهدين، ورجعنا وياكم فيديو جديد. وأول ما نبديه ويا طيور الحوض والغنادير، احنا بقى بس ان الموجودات عندنا، يعني تدرون الحمام الملكي كله مريض. طبعا اعذروني صوت مو واضح لأن ما ملابسي تكون. طبعا هذا هاجر موضوع الهاجر مو صاير بحجم هذا من المخاليف الصغار اللي عندنا، طلع حجم الأوروبية. هذا الثاني ذاك كلش خشن. طبعا شباب هذا الابيض نص انجليزي، شوف الفرق بينه وبين الاوروبي وبين الهاجرمي. طبعا شباب انا اخذت التكتات واقع عندكم، انك لا تتحلف. هاي نقصات الطيور، طبعا هذا كله اوروبي، لان هذا بنص هاجر مو، لاني هاجر مو، هذا اسبانجي والشكري، هذا رصاصي، اخضر اوروبي. سبحان الله ترى كم جمعت صور.
طبعا الغنادير من بعيد تصويرهم، وادري الدقة مو قوية لان يعني بس تقرب يعني مو مثل طير الحب، طير الحب عليه يصير. الله غني اكثرهم جاهزات الموت. طبعا عنده سؤال يتفضل يسال، لا اعرفه اجاوبه، ما اعرفه يجاوبوا المتابعين هواي موجودين. خير من الله. شباب لا تنسوا ان اللايك والاشتراك اهم شيء حتى القناه ترجع، سووا لي واعز حتى انزلكم. بصراحه ماكو واعز. نصور وتعب ونزل وبدون فائدة، الفيديو ما يصعد 200-300 صاير، قبل كان يوصل 2000 و5000، شو رجعنا لي ورا شحال قبل ما بجوز بسبب الانقطاع ما 3 أشهر. إن شاء الله عندنا الحمام الملكي همنا مجموعة نبيع منهن. وريد نشوف لنا كم زوج بيهن خير يعني غنادير، نشوف جزاي وينج جزاي وينج وقرين حسب بعد سنة بالحالتين. هنا القرين شوية مو يعني حالة حال البار بلو سعره تقريبا، يعني هذا 100 وذاك 100، بس ال هاي وينج قرين شوية اضبط يوصل 250-300 يساوي واس واحد يربي. اللي هنا أعزائنا المشاهدين وصلنا نهاية الحلقة، وإن شاء الله بالحلقة الجاية نتواصل وياكم أكثر. هخلي الفيديو قليل لأن تدرون محتوى كلش ما قليل، الطيور ما عندهن لا بيوت لا بيض لا انتاج، فماكو واس واحد التصوير والمشاهد هم هنا يتفرج. هاي الطيور قدامكم واقفة تصعد بالظهر حار، صح انه يتحرك من الصبح بس حارة، حتى الجهاز اذا صور بيه يفصل. تصعد هيج وقت واحد يتفرج عليهن يلقاهن كلهن نايمات. تحياتي لكم، نشوفكم على خير في مالك.